السلام عليكم زميلات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال وبصحه جيده. اللي كنت اول مره تشاهدي قناه ملكة زاري، ما عليك الا تفعلي الجرس والاشتراك في القناه باش يوصلك دائما الجديد ديالي، وما تنسينيش لايك في الفيديو باش هكا يوصل اكبر عدد من الناس وكلشي يستافد. كما عودتكم دائما في قناه ملكة زاري انني كنبارطاجي معكم الكوموند ديالي اللي كنتوصل بها من شركه اوريفلا، وكذلك كنبارطاجي معكم حتى لي كادو ديالي واش عجبوني لي كادو اولا ما عجبونيش. كنقول رأيي الصريح في الحاجة، هذا من أساسيات قناة ملكة زاري. خليكم معايا باش تعرفوا كاع الجديد اللي تقديش منه أو اللي بروموسيو اللي استغليتهم أنا في لاكوموند، وكذلك لي كادو اللي خديت. كما كتشوفوا هذه هي لاكوموند ديالي توصلت بها من شركة اوريفلا. لاكوموند ديالي هي هذه كيفما كتشوفوا معايا، صراحة فيها عروض لي زوينين بزاف، وكاين شي حوايج اللي ماشي عروض ولكن خدمت عليهم بارطاجيتهم ماكسيموم. واحد الجمله كنقولها دائما، اوريفلام اساس ديالها هو البارطاج. كل ما بارطاجيتي كل ما جبتي مبيعه، كل ما بارطاجيتي كل ما سجلتي معك الناس، كل ما بارطاجيتي كل ما طلعتي في سلم النجاح. اساس اوريفلام هو البارطاج للناس. بالنسبه للناس اللي باغيين يتسجلوا في اوريفلام، عليكم الا تواصلوا معايا عبر الرقم ديالي اللي كيبان لكم اسفل لا فيديو. اول بروموسيون اللي استغليت انا في لا كوموند ديالي اللي هو هاد العطر هذا. بالنسبه للجورداني جولد استانز البنات، هذا ما كاينش في الكتالوج، هذا كان في لي فونت مينوت. كان شي حاجه اللي واعره داش من اوريفلام غير 99 درهم، انا تقديته ب 99 درهم. كاين بنات وصلوني الكتالوجات اللي هو كتالوج شهر 11، وصلني معاه كتالوج حتى ديال شهر 12 كما كتشوفوا معايا، باش الى ساليت الخدمه في الكتالوج شهر 11 نقدر نبدا الخدمه ديالي في كتالوج شهر 12 طبيعه الحال. كاين عندي واحد الاوبس اللي راه زوين بزاف وانا استغليته في لا كوموند ديالي اللي هو هذا، ماشي مشكل طاح، هو هذا كريم من الرجلين سوفت كير. صراحه واحد لا كريم اللي زوين بزاف، مرطب لواحد الدرجه اللي كبيره. كنا في البرد رجلينا كيتقشروا وما فيها باس اننا في البرد كنلبسو التقاشر، لما لا نديرو الكريم ديالنا ونلبسو التقاشر، نديروه جوج مرات في النهار في الصباح وفي الليل ورجليكم غادي يوليو هكا كيشعلوا، ما تحتاجي لا حميران في رجليك لا حتى شي حاجه، صافي داكشي غيولي طبيعي. تقديت منه 12 بياسه حيت بارطاجيتو بزاف بزاف بزاف. بالنسبه لهاد لا كريم قالتنا اوريفلام تاخذوا واحد ب 39 وجوج ب 40 درهم، انا هذا علاش عفوا واحد 38 وجوج 39 درهم، هذا علاش انا. السلام عليكم زوينات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. الا كنتي اول مره تشاهدي قناه ملكة زاري، ما عليك الا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلك دائما الجديد ديالي، وما تنسينيش من لايك باش هكا يوصل اكبر عدد من الناس يستافدوا من نفس الحاجه اللي استفدت منها انا. كما عودتكم دائما انني كنبارطاجي معكم لا كوموند ديالي اللي كنتقداها من شركه اوريفلا، وكنوريكم حتى الكادوات اللي ربحتهم وحتى لي بروموسيون اللي تعتمدوا عليها في الكتالوج او اللي اعتمدت عليها انايا في الكتالوج باش كندوز الشهر زوين وبخير وعلى خير كنجيب المبيعات اكثر. حاجه واحده اخرى، الناس اللي يبغوا يتسجلوا في اوريفلا معليهم الا يتواصلوا معايا عبر الرقم ديالي اللي كيبان لكم اسفل لا فيديو. لا كوموند ديال البنات هي هذه كما كتشوفوا معايا، الكادوات اللي ربحت هما هادو البنات، غادي نبارطاجيهم معكم عن قرب اكيد. بالنسبه لا كوموند ديالي، كوموند اللي راه زوينه بزاف، اول عرض استغليته انا في الكتالوج اللي هو هاد لا كريم هذا. بالنسبه لهاد الكريم هذا ديال الرجلين كما كتشوفوا راه مرسوم على الرجل، اوريفلا مدير لنا فيه عرض اللي زوين، كتاخدي واحد 59 درهم والثاني كتاخديه بدرهم، واليوم بالضبط كان فيه النهار الاخر ديالو. المهم انا راه صورت هاد لا فيديو نهار 6 وقيلا غنزلو حتى لغدا ان شاء الله. المهم حيت انا اليوم يلاه وصلني الكوموند ديالي كما كتشوفوا، واحد 59 وجوج ب 60 درهم. بالنسبه لهاد العرض هذا البنات راني بارطاجيته بماكسيموم ماكسيموم ماكسيموم باش هكا قدرت نجمع مبيعات كثار فيه. جمعت 12 بياسه منه كما كتشوفوا معايا هنايا البنات، صراحه كوموند لي زوينه بزاف. حيت اساس الخدمه ديالنا في اوريفلا بزاف الناس كيقول لنا عطيوني عطينا ملكة نصائح كيفاش نبداو اولا كيفاش نخدمو في اوريفلا. جيت نقول لكم من هذا المنبر، اوريفلا الاساس ديالها هو البارطاج،
كل ما بارطاجيتي كل ما انت غادي تربحي بزاف، كل ما بارطاجيتي البرودوي كل ما جبتي مبيعة اكثر واكثر واكثر. ما نعرفش معايا هنايا ثاني عاود تستغلي شوف الكتالوج اللي هو صابون مان البنات، صابون اللي واعر بزاف، اللي غني عن التعريف، اللي ما سمعش عليه شي مستعمله صراحه. واحد الصابونه اللي خطيره، الثمن ديالها غير 22 درهم في الكتالوج. اكيد الا تسجلتي غتاخدي هاد السلعه كامله بثمن الشركه ماشي بثمن الكتالوج، يعني ناقص 23% عليك نتي. كما شفتوا انني جبت مبيعات بزاف من هاد الصابون هذا. كاين عندي هاد نبين لكم مزيان هاد السيروم هذا ديال ايفن اوت اوبتيمالز، صراحه هاد لاكام خطيره خطيره بزاف بزاف بزاف. انا هاد السيروم خديته لراسي حيت كاين اوفر زوين في الكتالوج، اوريفلام دارت لنا واحد لا كريم ديال الليل و النهار غادي ناخذهم ب 159 درهم. وهذا علاش خديت لهم انا هاد السيروم هذا. ان شاء الله في كوموند التاليه راه غادي ندوز لا كريم الليل لا كريم ديال النهار. اي شي حاجه واعره بالنسبه لهاد لاكام هادي البنات، كتوحد لون البشره، كتنقي لك البشره ديالك، كتحيد لك الكلف الا كان عندك في الوجه ديالك. صراحه قام اللي واعره بزاف بزاف بزاف. انا البنات عندي شويه ديال لاطراس الحبوب هنايا، ما عرفتش يبان لكم ولا هادي كما كتشوفوا معايا واحد شويه لاطراس الحبوب. هذا علاش بغيت ناخذ هاد لاكام هادي، صراحه زوينه. شحال هادي كنت جربت على قبل الكلف وقلت لي ما لا غادي ناخذها. جبت ثلاثه المبيعات من هذا العطر هذا اللي هو اكلا نوي، عطر جديد في اوريفلام. صراحه لقى واحد الاقبال كبير من عند الكليانات بمجرد انني بارطاجيته انا في الفيسبوك وفي الانستغرام. صراحه جاتني مبيعات والله العظيم جاني مبيعات بزاف هذا الشهر هذا. هادو ثلاثه ديال العطور كما كتشوفوا معايا، ثلاثه العطور منهم. كاين عندي البنات هاد لاكريم هذا اللي هو اكلا اكلا ويكاند كما كتشوفوا معايا، واحد لاكريم لي زوين، العبار ديالو 250. بزاف الناس كيقول لي واه صغار ولا كبير، فيه رابعه 250. ريحته زوينه بالنسبه لهاد لاكريم هادو. كل واحد كل كريم عنده نفس الريحه اللي كاينه في البارفان. مثلا خديتو امبر اليكسر، كريم امبر اليكسر تلقاي فيه نفس العطر ديال امبر، يعني نفس الحاجه. حيت شحال من حدا كتقول لي كي دايره ريحته، يعني دابا حاولت نسرع لكم. كاين عندي ميس جورداني، عطر اللي زوين بزاف، عطر اللي كيبقى مده طويله في الحوايج. اخر عطر غادي نبارطاجي معكم هو هاد اكلا نوي ديال تريري، ريحتها زوينه، نسبه التركيز ديالها عاليه بزاف. صراحه ريحتها تتحمق، واعر واعر، كتبقى في الحوايج وفي نفس الوقت ما تقيلاش، كتحسي بها كتخنقك. لا ريحه اللي زوينه بزاف صراحه. لي كادو اللي ربحت من اوريفلام فاش قالت لنا الا سجلتوا معكم 6 الاعضاء يمكن لكم تربحوا هاد لا كومباني هادي، يعني هاد لي كادو هادو. قالت لنا سجلوا معكم جوج الناس تربحوا هاد المكانه هادي كما كتشوفوا معايا، مكانه اللي راها رائعه بزاف بزاف. اش ما بيناش مزيان مع الكاميرا، شي حاجه اللي واعره بزاف. قالت لنا سجلوا معكم 4 الناس غتاخذوا المكانه ومعاها هاد الصاك الرائع هذا. اكثر حاجه حمقني هو هاد الصاك هذا، شي حاجه اللي واعره. ومعها البسطام رائع، شي حاجه اللي واعره واعره. شوفوا البسطام كيفاش داير من الداخل، ومعها البنات حتى هاد بورتكري ديال، شي حاجه اللي واعره. يمكن لو تهز البسطام ويمكن لو تهز بحال بوشيط هكا. قالت لنا اوريفلام سجلوا معكم 6 الناس تقدروا تربحوا، ماشي تقدروا، الا سجلتوا معكم 6 ناس تربحوا المكانه وهاد الصاك الاولاني والبسطام، وتاخذوا معاهم هاد الصاك هادو. هذا البنات بالنسبه للصاك هادو كيدار في الظهر، شي حاجه اللي واعره وكبيره البنات، ماشي صغير. شوفوا شو قداش، ماشي حاجه اللي واعره. قالت لنا اوريفلام الا سجلتوا معكم 6 ناس كتاخذوا المكانه والصاك الوسطاني والصاك الصغير وهاد الصاك هادو، واخر حاجه كربحوها اللي هو هاد الصاك ديال السفر. شي حاجه البنات اللي ماشي رائعه، فوق رائعه، اللي هي شي حاجه اللي واعره مشرفه.
قدرت نسجل معايا 6 الاعضاء في الفريق ديالي، وكذلك خديت هاد الكادو كاملين هادو. اوريفلام في الاول ديال هاد الشهر هذا اللي هو شهر 11 قالت لينا الى دوزتو كوموند فيه 75 نقطه تقدروا تستافدوا من واحد، ماشي من واحد، تستافدوا من بزاف العروض. دارت لنا بزاف ديال الكادوات، ربحناهم ماشي ربحناهم، خديناهم اهلونا باش اننا ناخذوهم. انا البنات اختاريت فيهم هاد الصاك هذا او الحقيبه ديال البيستي، شوفوا كيفاش دايره، الستيل ديالها زوين رائعه، جلد واعر، شي حاجه لي توب واعره سبحان الله. جات في الوقت ديال هاد الحقيبه هذا، وهنا البنات غادي نكون ساليت لا كوموند ديالي وساليت حتى لي كادو لي خديت من اوريفلام. بنات اللي باقي ما شاركوش القناه تشتركوا فيها باش يوصلكم دائما الجديد وحتى العروض اوريفلام. البنات اللي بغاو يتسجلوا في اوريفلام نوضوا شمروا على كتافكم، نوضوا تخدموا على راسكم، راه هاد الوقت ماشي ديال الجلسه في الدار، بيعي وشري من الدار ديالك، ربحي كادوات ليك او بيعيهم، خليهم لراسك راهم مشرفين. تلاقاو البنات في فيديو جديد ان شاء الله مع كومبون جديده او عروض جديده من شركه اوريفلام. السلام عليكم.